أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. هنبدأ مع حضراتكم النهاردة حلقتنا سريعا جدا لأنها مليئة بالمفاجآت الحقيقية. النهاردة هناخد حضراتكم إلى إنشاص وتحديدا إلى مقر هيئة الطاقة الذرية عشان نشوف حصاد القمح الخارق. ده القمح المصري 35 طفرة انفرد بعرضها برنامج الجدعان، طفرات نجح في تربيتها علماء هيئة الطاقة الذرية. ده بعد تمرير العديد من سلالات القمح المصري على أشعة جاما، وبالتالي حدث ما حدث من إنتاج طفرات مذهلة بالفعل من القمح المصري، وبقالهم 15 سنة شغالين على أبحاث الثبات والإنتاجية في هذه الطفرات المذهلة بالفعل، طفرات لا يمكن لأي عقل أو منطق أن يقبلها. ولكن علماء هيئة الطاقة الذرية أثبتوا أن الخير كل الخير في القمح المصري. النهاردة في حصاد 35 طفرة من طفرات القمح المصري هنشوف الإنتاجية، هنتعرف على هذه الطفرات، هنشوف مدى مقاومتها للأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية. حلقة بقالنا شهر ونص منتظرين تصويرها من ساعة ما انفرد برنامج الجدعان بعرض الطفرات المصرية من محصول القمح. هذه الطفرات يمكن أن تغير وجه زراعة القمح في مصر، وبالمناسبة في طفرتين هيتم تسجيلهم بالفعل في مركز البحوث الزراعية حتى يمكن تعميم زراعتهم على مستوى الجمهورية خلال عامين بالكتير. خليكم معانا عشان نشوف واحدة من أهم حلقات برنامج الجدعان. احنا بنتكلم في الأمن الغذائي القومي، والقمح هو محصولنا الاستراتيجي الأول. خليكم معنا.